كيفكم اليوم رجعت لكم فيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم جايز بسلسله الماينكرافت اخيرا عدت لكم. اليوم جايز شوي تعلمت صراحه لماينكرافت. لحظه فرجي لكم شو تعلمت اعمل. لحظه شوفوا اقدر اعمل. شوفوا تعلمت تعلمت اني اقدر هيك اصير، فبقدر اطير، بقدر اعمل كل شغل. اذا عملت هيك صراحه كثير تعلمت شغلات. في حدا عم يطلع علي من باب، فانا جايز رح اروح ارجع لطبيعتي. اوكي طبعا في واحد واقف قدام الباب، ما بعرف اقول لا بس كنت عم بتخيل. المهم جايز طبعا بنيت بيت، بس هاد مو بنيته يعني، بس لقيته حبيت اني اعدل عليه. طبعا انا مو بس عدلت عليه انا عدلت كلياته. شوفي من فوق كان هو خشبي بهذا اللون. لحظه فتجيلكم كان بهذا اللون هاد، بس انا رجعته هيك بهذا اللون اللي هو بنفسجي او زهري. ورح فرجيلكم كمان، رح تتفاجئوا. شوفوا كم عملت ورد، وكمان زبطت هدول المي، زبطته مع هيك. وكمان هاد جيراننا. لحظة فرجيلكم البيت تبعي من فوق. هون في واحد هون يا جماعة. طبعا هاد صاحب البيت. او ماي جود، هاد طفل صغير بس بدي اقتله. تعال هون يا ورع، تعال بلا قتلتك. تعال يا ورع يا ويح. عليكم مات طبعا لانه هو صاحب البيت. كمان راح فرجيلكم شو سويت كمان. او ماي جاد، او في قطه، في قطه. طبعا راح فرجيلكم هدول جيراني. وين انا؟ عليك. هاد هو بيت طول قدامه بحر. ولحظه فرجيلكم شو فيه كمان. لحظه شوفوا هون عملت مسبح. او هاد ما راح يكون مسبح لإلي، هون راح ربي راح احط هون السمك. لساتني ما اشتريت السمك. شوفوا هون الزهور والاشياء الشغلات. طبعا من هون لحظه فرجيلكم، شوفي من هون في مزرعه صغيره. لما هون في ميه، هون عملت كأنه جسر نقطع عليه الطريق. منلاقي هون مزرعة، هون أنا بربيهم، فليكو رح أعطيهم يأكلوا. ليكو يلا خدوا عم يأكلوا، صاروا بيحبوني كتير. ليكو هاي بربي فيها. طبعا رح روح كمان أجيب لإلي هاد الإشي، بس أنا هلأ ما بقدر إني أجيب كتير ناس كتير خرفان وأشياء، فلازم اني اعطيه ياكل عشان يصير يحبني. وهلا لازم انه يلحقني. تعال معي، تعال. شوفوا كيف عم يلحقني. تعال معي. انا هيك بربيهم بجيبهم. لحظه بلاقي هيك بجيب. ايه بلاك، خرسوا. طب انا هلا رح افتح الباب، يا رب ما يروحوا يهربوا لي. فتعال الحقوني هون. تعال. الكل يلحقني هون. تعال يا ورا يا بقرة، تعي بلاك، تعي. راحوا هربوا. شفتوا شو سوينا؟ لا انا كتير مجنونة، بدي اقتل هاي البقرة. ياي انا شو وقحي. تعا انت، تعا اعطيك تاكل، بدي اياك تصير كمان انت تحبني. تعا لهون يا خرفان، تعو اربيكم. يا الله انا هيك بربيهم، بدي انه يصيروا من المزرعة تبعي. فاعطيت هاد ياكل كمان هاد. يلا اتنيناتكم تعوا لعندي، تعو. انا هلا رح ادخل. بسم الله يا رب ما يهربوا لي. يا رب تعوا لهون. يلا الكل يجي، تعوا لهون. يلا كمان في قطه بدها تدخل. والله مو قصدي اني اخليكم فبدي بس اغلق الباب. لك هيني غلقت الباب. هلا رح اروح. طبعا انا هلا بدي اقتل
هات الخروف، فرح أخذ منه guys اللحم يلي طلع منه. Oh my god، أخذت اللحم أو لا؟ لك يعني أخذته. كمان هم في قطة، صراحة ما بدي أقتلها لأني كثير بحب القطط، بدي أربيها بس ما بنقدر. طب روحي روحي لي، والله رح أضربك، بس رح أضربه ما رح أقتله. يلا روحي ولك، روحي لوين رايحة؟ أوه مسكينة، أنا كثير I'm so sorry. لا ماتت، ما بدي أقتلها الصراحة. ياي المهم يلا هعادي جايز، خلينا نزيد نعمل هون شوية زهور. فليكو جايز أنا اليوم تبعي صرت بس عم ربي، كنت عم جيب البقر وعم جيب الخرفان. بس جايز بدي بس ألعب معاكم، ما في ولا حد عم يحكي لك بدي ألعب معاكم. أنا اسمي طبعا إسراء جيمر، وهذا السيرفر هو طبعا كرياتيف. أنا ما بعرف، ما بدي أبدا أني أكون سيرفايفر حتى ما أصير نوم، بدي أبطل نوم. هون في لحم فاني اخذته. اوكي فجايز هلا بدي اجيب الاشي اللي عم الاشي نحط كانه فيه نار، نقدر نولع فيه نار ونحط فيه اللحم عشان يصير جاهز للاكل. فانا بدي بصراحه من وين بدي اجيبه، لا عم ببحث عليه. كمان هون في بيضات بنقدر انه نجيب، يعني بنقدر انه نربي معانا شي واحد، بس انا ما بدي. جربتها طبعا، هاي بتقدروا انكم تجيبوا بيضة، البيضة تبع انسان، بيضة تحطوها بيطلع منها انسان. و جايز من هداك الانسان، من هداك الانسان لحظة فرجيلكم. طبعا انا انسان حطيته بهديك البيضة، حطيته بمكان كتير بعيد. لحظة اشوف وينه، ما بعرف وين حطيت. كان اثنين نسيت صراحة وين حطيتهم. المهم انا هلا خليني ارجع عبيتي. وكمان جايز انا عملت اشي كتير حلو يلي هو هذا الاشي اللي فيه البنفسجي. لحظة انزل هون، بوف لحظة. اوكي طبعا انا هون بدي اولع نار بس ما بعرف صراحة وين. لحظة اولع، ايه ما بدي. يا جماعة بنقدر نولع النار داخل البيت تبعي؟ ما بعرف، يعني اشي كتير غريب. فرح اولع بس هون النار، هون يلا عشان حط فيه لحم. فانا هون عندي اللحم، ليكم نجيب نحط لحم. هينا حطينا، فرح نستنى لحد ما يسخن. كمان عندنا دجاج، فرح نشوف احنا هلا لحتى شوفوا شلون. طبعا انا هون حطيت لحم، عم بحترق. طبعا رح افرجيكم كمان شغل بقدر اني انا احترق، شوفوا شلون. بس اذا ما بدي انه يصير فيه حريق لازم اروح ادخل شويه في المي. شفتوا شلون؟ فاحنا هلا رح نشوف. او ماي جاد عم يحترق، عم يحترق. هنا طيب هلا انا هلا اخذت اللحم. طبعا شوفوا اللحم كيف صار مشوي او مكوي او ما بعرف شو بتقولوا. خلينا ناكل. اوكي عم باكل. ما بعرف صراحه ليش الاكل مو راضي يخلص. ف يلا جايز عادي، المهم احنا طبعا هذا الاشي بدنا نخليه هون. لحظه هذه الولاعه طبعا النار، نحط منها اثنين هون، هون يضلوا. كثير خيفانة الصراحة منهم، بس يلا عادي احنا هلا هاي الولاعة بدنا نروح بعيد 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 كثير ونحطها بشي مكان، يعني مثلا هاي ولاعة نار هون نحطها، مو نحطها لا، بدنا هيك انه مرحبا. اوبا طيب، ما بدي اياها. طيب هلا بدي ارجع على بيتي قبل ما يجي ليه ويطلعوا لي زومبي ويقتلوني، فبدي ارجع بسرعه على بيتي. فجايز ان لساتني نوب، بتمنى انكم تعطوني كتير نصائح عن ماينكرافت يا ناس. اذا كانوا كمان عندكم رفقات عم يلعبوا ماينكرافت احكوا لهم كيف بدكم كيف بدهم يلعبوا معي عشان انا ما بعرف. ف اوكي ما بعرف هلا شو بدي
طيب راح اخذكم جولة ببيتي. طبعا انا لبيتي ما بعرف شو بدي احط فيه، فعليكم كيف عندي فيه 2 من تخت عشان اذا اجوا متابعين، وعندي امل كبير اني التقي فيكم بالسيرفر كريتيف، حتى لو كريتيف بقدر اني التقي فيكم ما بعرف. المهم لما بنصعد بالدرج بنلاقي هون 2 من تخت، هون بنلاقي بوابة الانتحار، يعني هي البوابة اذا طلعتوا منها بتنتحروا. طبعا انا هون كمان بدي، عندي مستقبل كتير كبير اني هون بدي ابني بلكونة. تعرفي شلون بلكونة؟ بلكونة بلكونة جايز بنقدر لحظة بكالونة البلكونة يا جماعة. هي انه بنقدر نعمل بدي ازين بيتي، ما بعرف شو بدي اعمل فيه. اخ رح اخذ هاتي البلكونة، انه هيك بنقدر انه نطلع على ماي جاد. بدأ بيجي الليل، رح روح على بيتي عشان بدي انام. انا بنام جايز بالطابق فوقان، فرح اصعد فوق. هون رح نام لسه ما اجلل يعني. شوفوا جايز خلينا نتفرج على المناظر، يا رب ما يجي عنا شي شخص غريب. اوكي بدأ بيجي الليل، ما بدي انا هلا نام بكير. ف ليك بدأ بيجي الليل. هلا يعني ليه؟ خلاص اجى ليل ولسه اجى ليل. خلاص خليني انام قبل ما يدخل عندي شي زومبي. خش 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 خش. صباح الخير، بعرف دائما اني انا بصحي بكير، فياب تصفيقات. بدي زقفة بدي زقفة بدي زقفة بدي زقفة كبيرة. فإحنا اليوم رح نبني البلكونة، بس أول شيء بدي أروح أطمئن على الخرفان تبعي. ها كيفكن؟ كيفكن يا أصدقائي؟ كيفكن؟ شوفوا كيف عم الكل عم يطلع علي. كيفكن؟ كيفكن اليوم؟ كيفك حبيبتي؟ شلونك؟ بدك تاكلي؟ تعي أنت كمان تاكلي؟ تعي، شو عم تهربي مني؟ بدك تاكلي يا حبيبتي؟ انا عم ربيكم لا تخافوا، انا ما بقديكم. ليكو عم يطلع منهم قلوب انهم بيحبوني. شلون بيحبوا اني انا اربيهم؟ شوفوا هداك الهيكل العظمي. ليش اجا؟ خرب بيتك يا ورح. رح نروح نضربه. لحظة نقرب اكتر. الحمار يي ليش تقتلني؟ انا كتير خايف منه يا وقح. هذاك حكيتولي انه هو بيقتل بس بالكريتيف ما بي. فانا هلا بدي اجيب اكبر ما عندي، فرح اخذ هادي. كتير خايفه منه. اخذ اشي يا جماعة، أنا من الناس اللي عم تنرعب من أي إشي، فاليوم بدي أتشجع قدامكم. وكتير بخاف إني أفتح الباب ولاقي حدا غريب قدامي، فأنا هلأ رح طير عشان وين راح؟ في إشي غريب هنيك. لا في إشي هنيك غريب، بدي أقتله ولك موت. مات. طيب هلا ضايل لي هذا الزومبي اللي بالماي. يلا موت ولك موت. ليك وهي مات. هلا ضايل لي هذاك السكلت. او ماي جاد بدي اطير بليز. كمان بيحكوا اذا ضغطت هون 2 مرات. يلا نقتل هذا السكلت. يلا ابا هيو مات. شفتوا البطلة اسرع. يا رب ما يجي اشي كمان، لازمني اني اجيب حراس. والله لازمني اجيب حراس. بدي اصيد ابا. طيب اليوم يوم جديد
ورح نبني فيه البلكونة. او ماي جود، هون في عنا حريق. يلا جايز عادي. فاحنا هلا رح نبني البلكونة. ف يب جايز، انا محترفة بالماينكرافت. لا تحكوا عني نوب، ولك انا مو نوب، انا مو نوب مو نوب. كيف نحط كمان هيك هاد بلاش هاد. فرح نحط كمان منه كتير، ما بعرف كافينا هيك او لا، يعني بيكفينا. او ماي جود، ما بعرف جايز انا شو قاعد عم خبص. ايه شو هاد. طيب انا هيك حكيت انه لما بطلع بلاقي هيك بلكون، ف ما بيصير. ف رح اسوي هون كمان. اوكي هلا رح نروح نجيب كمان شغلات كمان، كانه هاد ليك هاد بدي اياه، فرح اجيبه ليك هاد. شو عم يصير؟ طب انا هلا ما بدي اطير عشان اذا اجى الليل بقدر اني ادخل. لك هيك هيك هيك، يلا هيك هيك، يلا شمو راضي ينحط. صاير ما بعرف ايش الصاير ايش. طيب احنا هلا عم نظبط البلكونه طبعا مع المحترفه اسراء، هي اللي بطلت نوبة بيوم واحد. ف ليك البلكونه شو حلوه، نقدر جايز ان نحط فيها اشجار او ما ادري شو هدول. فرح احط فيه هدول الاشياء، زينه زينه زينه. اوكي فرح نظبط هدول الشغلات. لا مو هون، خربت. طيب رح نحط هون واحد. لا مو هون يا اسراء، ما في تركيز، التركيز صفر. اوكي فهون صراحه بدي احط ورود. مرحبا شو عم تعملوا هون؟ اوكي ما في ملل. اوكي هلا بحاول ان اجيب لك نعمل ورود 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 زهور. ما بدنا نحط يا جماعه كثير، ف رح نحط هون واحد هون واحد. خلاص بكفي ورود نحطها واشياء زي هيك، لانه احنا واو بحب كثير اللون الزهري. ما بقدر اصبر ما بقدر اصبر. طيب رح نجيب هاد. رح نجيب ما فينا ما بنقدر اصلا. طيب كيف كان ها عم طلعوا علي طلعوا فيني. فا اوكي احنا هلا جايز شفتوا شلون انا كتير ذكيه ها 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 شجر. رح نجيب الشجر، شجر كان ما ادري شو اسمه. هدول الشغلات من عندي منهم سته، فرح نجيبهم جايز ونحطهم لعندهم هون لعند الخرفان تبعي. فهاي كيفكم؟ اشتقت لكم. انت مين انت مين انت؟ هاد جيراني وبس صح؟ ظنيت. طيب اليوم جايز صراحة مين فتح الباب تبعي؟ اوكي طبعا بدي اروح عشان اجيب من البقر. طبعا اللي ما يعرفون عنا بقر تيجي وتطلع فيه. طيب كل شيء تمام. انا قرويين من القرويين هون، فليكو بيتي الفخم. ما بدي اموت ما بدي اموت، ساعتني بدي اعيش. طيب ليكو جايز هلا لما افتح الباب لحظه اعمل لكم هاوس تاور البيت الفخم. ليكو لما بتدخلوا بتلاقوا هون هدول، لما بتصعدوا فوق بتلاقوا هذه الباب السحري، لما بتضغطوا عليها بتلاقوا هون احلى بلكونه بالعالم. ها يا ويلك انت. جود نايت. يلا صباح الخير. اوكي جايز صباح الخير صباح الخير. رح ناكل اول شيء بنفطر. طبعا هذا مو فطور اليوم جايز، شوفوا رح شو رح نعمل. انا كتير مع اني كتير خطيرة، فشوفوا شو رح اعمل جايز. اشي كتير 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 واو. شوفوا ليكو جايز انا عاملة حريق
فايب عم بحري. لازم بسرعه اروح اطفي هديك النار. وكمان جايز بدي افرجي لكم بيتي القديم امبارح كنت عم بشتغل عليه، رح افرجي لكم اياه. طبعا هو عشان انا بعرف بيوتي عندي بيت فوق السقف تبعه ابيض، هاد هو افرجي لكم كيف زبطته. والله قعدت عليه ساعات وانا عم زبط فيه. ليكو جايز سويت فيه الدرج كتير منظم وحلو. ليكو ليكو هاد هو بيتي، لحظه افرجي ليكو الدرج شو منظم وحلو. وكمان هون جايز في لحظه افرجي لكم قبل كمان جايز هون في عندنا مسبح صغير، فهون كنت انا عم بسبح بوف. وكمان يا جماعه ما بعرف كيف بدي اخذ السمك. اوكي جايز هون عم نربي. او ماي جود في بقره، في بقره، في بقره، يا بقره يا بقره ولك. ليكو لما بحمل هي الاشي كل العالم عم يطلع علي ما بعرف ليه. شو مثلا هاي البقره وهدول، انا يا جماعه هذا الاشي ما كنت ابدا عم بعرفه. كمان اعطوني نصائح عشان انا رح ادخل بالسيرفايفر، رح اعمل سيرفر ندخل فيه كلياتنا، رح اعمل سيرفر ندخل فيه كلياتنا، رح يكون اسمه اسراء جيمر. ف جايز هاد الورد، كمان هاد الورد اسمه وورد يوتيوب. هاد الورد يلي انا فيه كريتيف انا سميته وورد يوتيوب. ف ما بقدر اني اضغط على انفيت تو جيم، فرح اعمل سيرفايفل. كتير خايفة اني اموت، فبدي اياكم تكونوا جنبي. ليكو هاد الورع جارنا. بدي اكل. رح اخذ دجاج، عندي دجاج، عندي دجاج. كل كل رح نحط الدجاج هون. طيب لحد ما يسخن احنا هلا ريت ما عم. او ماي جود لحظه ناخذ افكار. شوف هلا ما في حدا هون. بسم الله الرحمن الرحيم. لحظه نعمل تريد لحظه. او بتو 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 شو هاد الشيء. لحظة انا عندي دايموند. بدك دايموند؟ لحظة انا عندي كتير دايموند. رح ادخل كايس عبيتي، فعندي الفوق عندي دايموند رح افرجي. جايز لا تحكوا لي هاد مو بيتك، هاد بيتي انا. قيموا لي عشان انا، احكوا لي اذا انا نوب لساتني نوب او لا. فرح اخذ معي امرود، رح ناخذ كمان معنا دايموند. فيب جايز ها 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 انا غنية. جايز كل الناس اللي بيكونوا بالكرياتيف بيكون عندهم كتير دايموند صح؟ ايش سويت انا؟ ايش سويت انا بحياتي؟ ايش 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 جايز؟ تعا 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 بدك تريد؟ تعا 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 انا عم بستناك هون. تعا لوك تريد. تريد فا اوكي. بعرف صراحة شو هاد. المهم لك الدايموند، لك الدايموند تبعي عيني اخدتن. ها 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 الاشياء اللي اعطاني اياها الصراحة ما بعرف شو هدول الاشياء، ما بتنكال كمان. شو رأيكم جايز نحفر نشوف ايش فيه؟ او لا رح نعمل هاي المهمة بشي فيديو تاني. المهم جايز اذا بدكم كمان انتو تكتشفوا معايا شو في بهاي الكهف، هذا الكهف هاد. ف يلا اشتركوا عشان يوصلكم الفيديو. اوكي جايز كمان هيك بنكون خلصنا الفيديو. اتمنى يكون عجبكم. لا تنسوا اشتركوا بقناتي، حطوا لي لايك، وبس بحبكم كثير. باي جايز. عندي لكم فكره كثير حلوه، يلي هو انت يلي هي انكم انتوا يلي تعملوا، انتوا اعملوا انتوا سيرفر، انتوا اعملوه واعطوني الكود وعلموني كيف بدي ادخل معاكم. شي واحد فيكم يكون برو باللعبه، يعني ما يكون ناب. في شي واحد فيكم يكون محترف لعبة ماينكرافت، يعمل سيرفر تبعه ويكون سيرفر فيه كتير بيوت. ايه يكون فيه مثلا 3 بيوت او 5 عشان يكفي للمتابعين. مثلا نعمل بيت نعدل على وش زيك، يحكوا لي الكود تبع هداك السيرفر او يضغطوا على هون. لحظة بشكل هون تضغطوا على انفيت تو جيم عشان تقدروا انكم
عشان تضغطوا على انفيتو جيم، بعدين ترسلوا لي اياه بالكومنتات عشان كلياتنا احنا انا ومتابع ندخل على هذاك السيرفر ونستمتع فيه ونضل فيه. بس بدي هذا السيرفر يكون فيه بيوت، 3 بيوت أو 5 مو ضروري 3 بيوت، او حتى لو كان بس 2 عشان نعدل على هذاك البيت يصير كتير كبير ونعمل فيه كتير من تخت وعشان نام فيه ونربي الماشية ونصنع كتير شغلة نستمتع. ورح نسميه إسراء جيمر، فإسراء رح نسميه إسراء رح نسميه إسراء. وبعدين عشان إحنا لما مثلا لما نكون هيك زهقانين ندخل نلعب مع بعض، وبس هي الفكرة تبعي. فبتمنى انكم انه شي واحد فيكم يعملها ويرسل لي بالتعليقات هلا شو اسم السيرفر او شي زي هيك. فعن جد كتير كتير بتمنى منكم هذا الاشي. وبس اشتركوا بقناتي وحطولي لايك وبحبكم كتير. باي. شامت باي.